لو الحكاية فيها إن فيتو. توقعاتك إيه الماتش ده؟ إن شاء الله فوز الأهلي 2-0. طب مين اللي هيحط الأجوان؟ إيه؟ مين اللي هيحط الأجوان؟ وليد سليمان ومحمد. لو خسرنا؟ لو خسرنا؟ ربنا يستر بقى. كسبان بسكور إن شاء الله فضل ربنا. طب أنت شايف مين اللي هيحط الأجوان؟ يعني هو رمضان صبحي وممكن عماد متعب عشان هو بتاع اللحظات الحرجة أصلاً. ننسى. ومين اللي هيحط الاجوان؟ رمضان صبحي وعمال متعب. طب لو خسرنا الماتش يعني هتعمل ايه؟ هارد لاك للنادي الاهلي طبعا، كلنا اكيد هنزعل بس النهائي بطوله ولازم الاهلي يبدع في النهائي. ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0. اللي هيجيب اجوان مين اللي يجيب اجوان؟ عماد متعب باذن الله، والجول الثاني تريزيجيه. لا تريزيجيه مصاب، يلا استنى افتكر. مين يجيب اجوان؟ طب لو اهلي خسر؟ لا ان شاء الله يخسر. ايه 1-0 هنسمع. لو خسر هتعمل ايه؟ هنزعل طبعا، صعب كله هيحصل. بامر الله هنكسب 2-0. مين اللي هيحط الاجوان؟ مين اللي هيحط الاجوان؟ اي حد مش هتفرق، المهم ان الاهلي يكسب 2-0. لو خسرنا؟ لا ان شاء الله لا. لو ده يبقى عدو ولا ايه؟ فيتو.